صباح الخير، اهلا يا حلوين، معاكم نوفي السيد في فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى روتين بسيط خفيف جدا معاكم، بما ان النهارده حبيت انا اشارك معاكم كام حاجه. النهارده وصلنا الى حد ما في الترم الثاني ان انا خلصت كل واحده من كل ماده وكده، لحد ما خلاص خلصت كل واحده من كل ماده وكده، فالمنهج يعني قرب يخلص معايا، فبرضه هنعمل زي الترم الاولاني، جدول بقى ونظام بقى، وان انا اصحى بدري ومش عارفه ايه، فهحاول على قد ما اقدر ان انتظم على الحاجات دي زي الاولاني ان شاء الله يعني. فبس كده انا خلصت معظم الحاجات اللي انا كنت محتاجه اعملها النهارده امبارح، وبقيتها هيتعمل النهارده. تمام، فبس كده، واتمنى الفيديو ينال اعجابكم وبس كده. يا شباب، انا لسه راجعه من الدرس الاولاني دلوقتي، عندي كمان درس بخرج منه بالليل شويه، فده الفاصل الصغير بينهم يعني، فحبيت ان اجي هنا اعرفكم الدنيا ماشيه ازاي في الفلوج وكده. وبس كده، عليا بقى درس رياضه. في حاجه حلوه جدا اتعلمتها النهارده، ان انا ما اخدش اي حاجه بالمظاهر حتى لو في دراستي. هو انا خدتها بصراحه في الدراسه، لان انا كشخص او انا كرور ما بحبش الكيمياء، او انا والكيمياء علاقتنا ببعض مش لطيفه نهائي، فعشان كده ما بحبهاش. فلما جبت كتاب العلوم وفتحت ولقيت ان الوحده الاولى كلها كيمياء وكده، فانا كنور قلت ان انا يعني انا ما بحبش الكيمياء، فانا مش هذاكر كيمياء. بس لما فتحتها كده وجربت قلت طب ليه، يعني انا ليه اعمل حاجز بيني وبين حاجه فيها مستقبلي، فاهميني؟ فهي بس حاجه بسيطه بس بتفرق بصراحه يعني. فلما درست يعني انا لما فتحت بقى وذاكرت الكيمياء ومش عارفه ايه كده، احسن من اللي بيحب الكيمياء واللي الكيمياء دي حاجه لذيذه جدا معاه. فشفت ان انا خلاص اي حاجه بعد كده بقى انا خايفه منها، فاجرب بس ان انا افتحها كده وابص فيها، فلاقي الموضوع بسيط جدا. فبس كده، دي الحاجه البسيطه جدا انا حبيت اقولها لكم كده. وبالمره يعني نشغل العشر دقايق او الخمس دقايق البريك اللي بين الدرسين وكده، وبس كده. يا حلوين، هنختم الفيديو ومعانا بوسي بتاع النهارده، ما انا يعني قاعدين بناكل، فالصغيره كانت الصبح في الفطار ودي هنا ايه في الغدا وكده. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. قولي معايا، قولي معايا، يلا ودمتم بخير.